السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن من يجربون نظرياتهم الفلسفية المستوردة في تهديم الأسرة يحسبون أنهم يحسنون صنعا وينقذون المرأة من ثقافة القرى الوسطية والظلم والظلمات، ومن يروجون للأسرة المتعددة اليوم التي قد تتكون من أبوين ذكور فقط أو من أمين إناث فقط، أو من يشعلون الحروب من أجل تطبيق مبدأ الانتخاب الطبيعي للبشر داخل الأسرة الواحدة وفي علاقة الرجل مع المرأة، يعتقدون أنهم يستجيبون لنداء الطبيعة ويكسرون التابوهات المقدسة الأسطورية، وربما يدركون بعد فترة الآثار الكارثية لهذه الفلسفات الوضعية، ولكن ولا تساعة من دم. ولهذا كانت نعمة الإسلام والنبوة أنها تضع الوقايات الحامية من الانزلاق وترسم المشخصات الهادية قبل الاصطدام بالجدار. وختم الله النبوة بنبوة معجزتها معجزة عقلية ورسالتها رسالة بيانية خطابية من جنس لغة من أنزل الله تعالى عليهم الكتاب من العرب ليتدبروا آياته، وحث عقولنا على الاستنتاج من الخيال عن طريقة عملية افتراضية تصورية، كما قال تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. فبدأ بافتراض الظلمة الأبدية، ثم ترك للتصور أن يتصور الحياة على تلك الشاكلة، ثم قال: أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. وهنا يبدأ بفرضية هي فقد الماء الصالح للشرب، ثم ترك للتصور أن يتصور الحياة بعدها. بالتأكيد لا يعني من هذا الكلام نسف المنهج التجريبي من أصله، فهو المنهج الأكثر علمية في العلوم الطبيعية والمادية، لكنه لا يصلح أبداً في معالجة القضايا الأخلاقية والإنسانية والمعنوية، لأنها أشياء تمس هوية الإنسان، وعندما نمس هوية الإنسان فإننا نلغيه ونقتله أو نحوله إلى شيء آخر قد يكون وحشاً أو حيوان.